بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نسأل الله لكم الصحة والعافية للجميع. محاضرتنا لهذا اليوم هو كلتش ديزاين. كلتش ديزاين حتى ناخذ فكرة عنه اللي هو القرص القابض، هذا هو شكله، جزء ميكانيكي موجود في السيارة، وظيفته عملية نقل وقطع الطاقة من المحرك إلى أجزاء السيارة وبخصوصا إلى الجير بوكس. يتكون هذا القرص القابض من طبقتين من المادة، عادة يكون أسبست بهذا الوجه، والوجه الآخر مثبتة على قرص معدني، وهنا هذا الشفت، هذا الشفت يكون مثبت على الشفت الرئيسي مثل ما هنا موضح. الشفت الرئيسي هو راح يكون موصل ما بين الفلاي ويل والكلتش القرص القابض والبرجر بليت اللي احنا نسميها العينة. الفلاي ويل هو نعرفه، ان شاء الله راح ناخذه بغير محاضرة. الفلاي ويل مرتبط مع المحرك، مع الكرانك شافت، حتى يصير عندي عملية خزن للطاقة حتى استمرارية الحركة بوجه أملس، جدا أملس. وظيفته حتى أنقل الطاقة من المحرك إلى باقي الأجزاء اللي هو الجير بوكس، راح تنقل عن طريق الكلتش بليت. هذا الكلتش بليت بوجهين احتكاكيات. الوجه الأول راح يكون يحتك مع الفلاي ويل، والوجه الآخر راح يحتك مع برجر بليت أو نسميها العينة. عملية الفصل راح تكون عن طريق هذا النوع الخاص من السبرينج. هذا النوع الخاص من السبرينج راح يتحكم بفد آلية معينة، البدل اللي هي موجودة في قمرة السيارة اللي احنا نسميها البيدر. هنا موضح هذا الشكل. هنا عندما السائق يحب انه يحول سرعة من السرعة الاولى الى الثانية، مثلا الثانية الى الثالثة، من الاولى الى الرابعة حسب السرعة اللي هو يشتغل بها، يحاول انه يضغط على هذا الجزء. هذا الجزء راح يسلط عملية هيدروليك برجر اللي هو راح يسمينه البوستر. هيدروليك برجر راح ينقل الضغط عن طريق هذا البستم الى هذا الليفل، اوكي، اوبريتنج ليفل. هذا الليفل راح يسلط ضغط على السبرينج الخاص ببرجر بليت، وبالتالي يصير عملية الفصل او التعشيق من اللي نقل الطاقة. هذا ايضا تشريح للكلتش، راح يتكون من الفلاي ويل مثل ما تكلمنا، والفريكشن كلتش ديسك اللي هو القابض القرص الاحتكاكي. وهذه الجزء 1 2 3، هذا الثلاث اجزاء كلهم راح يتجمعان حتى يكون لي القرص الانضغاط او برجر بليت. وهذا هو الليفل الخاص به. عادة هذا النار، طبعا هذا هنا بول بيرنج خاص حتى يصير عملية سلايدنج للحركة، اوكي. فاذا التصميم مالتنا راح يكون حول موضوع الكلتش. آلية الحركة وآلية نقل الطاقة من وإلى إن شاء الله راح تكون تلقوها مرفقة بفيديو موجود باليوتيوب، وموضح أنه عملية نقل الطاقة من المحرك إلى الجير بوكس حتى أحول التعشيقات اللي هو أيضا مشروحة. هذا هو هنا عندنا الشرح واضح. هنا عندنا البليت راح يكون ما بين الفلاي ويل وما بين صينية الضغط او برجر بليت او نسميها العينة. فاذا الكلتش هو جهاز يستخدم لتوصيل وفصل نقل الطاقة الى منظومة الترانسميشن اللي هو الجير بوكس. طبعا هذا هنا راح يكون شرح عملية شلون عملية الفصل، شو راح ينضغط، شنو التشريح مالته، اوكي. هذا قلنا انه مشروح بالفيديو. وكذلك كلتش كنترول سيستم احنا راح ندرسه نوع بوش تايب، لانه اكثر منه راح نشتغل عليه. هذا كله مشروح راح تلقوه بالفيديو، اوكي. نجي الى سنجل بليت كلتش. بهاي المحاضرة
راح نتطرق إلى القرص الاحتكاكي الأحادي، لأن إحنا هنا نكون مالتي وكو سينجل، إحنا راح نشتغل على السينجل. السينجل واضح هنا حسب هذا الشكل، إن هنا عندي قطر داخلي وقطر خارجي، فإذا هو أنيولر أوكي لعملية لمادة احتكاكية، احتكاكها شوي أعلى من غيرها لعملية نقل الطاقة. موجود هنا طبعا اكو سبرينج موضح هنا، نعم موضح هنا هذا السبرينج. وظيفة هذا السبرينج بين تعشيق وتعشيقه، يوم من يعشق السائق راح يصير عندك هنا صدمة، لأنه هنا الجزء مثلا الفلاي ويل قاعد يفتر بسرعة معينة والجير قاعد يفتر بسرعة معينة، فإذا هناك اكو بينات ريلاتيف موشن راح يصير عندك صدمة. هاي الصدمة مين راح يتحملها؟ راح يتحمل هذه السبرنجات الجانبية اوكي، حتى ياخذ جزء من هذه الطاقة وبعدين يستمر مع استمرارية الحركة. إذا ما موجودات راح يصير عندك صدمة عند كل تعشيقة جير. زين، نجي إلى الجزء النظري. الجزء النظري احنا راح نتعامل مع الكلتش على فرض انه معامل الاحتكاك راح يتغير عندنا من 0.07 اذا كان نوع ويت، احنا راح نشتغل على الويت، الى 0.45 اذا كان دراي، عادة راح نشتغل عليه. اذا هذا هو الرينج مال معامل الاحتكاك. زين، نجي الى الاشتقاق. راح يعتبر انه الجزء الاحتكاكي بما انه هو انيولر راح ياخذ اليمنت، وهذه الاليمنت على شكل دائره، فاذا هذه الاليمنت لها دي ار والمجموع مالتها لها دي اي، مساحتها دي اي، وتتغير من ار ان الى ار اوت، من القطر الداخلي الى القطر الخارجي، وعد بعد معين ار حتى راح يشتغل. القوة المنتقلة من المحرك، أنا أقصد بالفلاي ويل، راح يسلط قوة عمودية على السطح، عمودية على هذا القرص. هاي القوة هي أكسيال فورس، FN أكسيال فورس. هذه الإليمنت فإذا هي DFN إليمنت، راح يصير هي عبارة عن مقدار الضغط المسلط نتيجة وجود النوابض اللي هو السبرينج، تكلمنا عن السبرينج الخاص، مع مساحة هذه الإليمنت اللي هي دي اي. مساحة هذه الإليمنت هي 2 باي في الار دي ار. زين، اذا هذا يؤدي الى ان مقدار هذه القوة اللي هي اكسيال راح يكون 2 باي في الار في مقدار الضغط DR. إذن راح نحصل على معادلة رقم واحد. معادلة رقم واحد هو FN هو تكامل من RN إلى Rout ل 2 باي R في البي في DR. هذه المعادلة رقم واحد خلنا نحفظها، راح نشتغل عليها. إذن هاي معادلة رقم واحد. الطاقة هنا في هذا الجزء الميكانيكي اللي هو الكلتش متمثلة بمقدار العزم الاحتكاكي اللي ممكن انه ينقل من الفلاي ويل الى الجير بوكس. فاذا انا احتاج ان اعرف مقدار العزم اللي قاعد ينقل بواسطة الكلتش، فاذا احتاج ان احسب مقدار فريكشن تورك فور كلتش اللي هو دي تي كلتش. بما انه بعدني انا قاعد اشتغل على الاليمنت، فاذا هو دي تورك راح يكون مقدار هذه القوه، مقدار هذه القوه اللي هي اف ان نورمال فورس اكسيال فورس مضروبه في الميو. اذا هذه قوه رد فعل، ومضروبه في الميو صار قوه احتكاكيه مضروبه في الذراع مالته ار. فاذا راح نحصل على معادله بعد الاشتقاق والتكامل بعد ما مكملين، فاذا راح تحصل على معادلة. هذه المعادلة توصف التوتال تورك اللي هو تكامل من ار ان الى ار اوت
2 باي ار سكوير الميو بالبي بالدي ار. هذه المعادلة هي معادلة عامة. هسه احنا حصلنا على معادلتين. معادلة رقم واحد توصف مقدار القوة اكسير فورس ان جنرال فورم، وحصلنا على معادلة رقم اثنين اللي هي توصف مقدار العزم المنقول او تورك كاباسيتي من الكلتش لينقل الكلتش من الفلاي ويل الى ترانسميشن سيستم. هاي المعادلتين راح نشتغل عليها. عندنا فرضيات، راح يفترض عندنا فرضيتين. الفرضية الاولى راح يفترض انه هذا الكلتش قاعد يتعرض الى ضغط، وهذا الضغط هو منتظم، معناته انه قيمة الضغط على كل اي نقطة at any r from center it's same. اذا البي هو constant، بي ثابت غير متغير، اذا لا يخضع الى مقدار التكامل، راح نطلعه من التكامل. فاذا هذا البي راح يكون ثابت، فاذا راح يطلع من التكامل. هاي فرضية راح يسموها assume uniform pressure distribution. هاي شو وقت تشتغل؟ نفس فكرة البريك. هذه يمن هو نيو، اذا هو فرضية جديد اذا راح يكون uniform pressure. uniform pressure احنا قلنا انه عندي معادلة رقم واحد ومعادلة رقم اثنين. معادلة رقم واحد توصف الاف ان، معادلة رقم اثنين توصف التورك. فاذا من معادلة رقم واحد راح يصير البرجر، راح يصير البرجر شبي كونستانت، فاذا يطلع من التكامل 2 باي في البي، 2 باي في البي تكامل من ار ان الى ار اوت. اذا المتغير الوحيد هو الار دي ار. احصل على المعادله بعد ما ادخل الاشتقاق، احصل على هذه المعادله اف ان يساوي الباي في البي ار اوت سكوير ناقص ار ان سكوير. اذا هاي المعادله راح نشتغل عليها. هاي معادله تفيدنا نشتغل عليها for uniform pressure. اوكي، بعدها من معادله رقم 2، من معادله رقم 2 ايضا نقدر نحصل على مقدار العزم، مقدار التورك، وهذا بفرضية uniform pressure. فإذا البي كونستانت بعد ما أعوض، فراح أحصل على معادلة اللي 2 على 3 باي في الميو مع عامل احتكاك في مقدار الضغط R outer تكعيب ناقص R in تكعيب. إذا هاي المعادلة راح نشتغل عليها أيضا. إذا أنا عندي معادلتين في حالة معادلتين اللي هي حالة المعادلة الأولى مقدار الأكسيال فورس ومقدار تورك كاباسيتي فور كلتش، تورك كاباسيتي فور كلتش. اوكي، هاي عندي معادلتين فور يونيفورم بريشر. زين، احنا فرضيتنا هذا الشغل مالتنا ال 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 البليت كلتش بليت هو بوجهين عاده. فاذا فور ا كلتش وذ ان فيس، فور ان فيس، فإذا راح القانون راح يكون تدخل عدد الأوجه 2 على 3 ان باي في الميو في البي ار اوتر تكعيب ناقص ار، هو نفس القانون دخل للان. فإذا اشتغلنا على سنجل بليت، السنجل بليت وذكر بأنه both of face are active، both of face are active يعني الوجهين فعالة، إذا قاعد ينقل من الطاقة من الوجه الأول إلى الوجه الثاني. إذا الآن راح تكون 2، عدد الأوجه 2. زين، هسه بعد هاي المعادلة، من هاي المعادلة رقم 3، من معادلة رقم 3 راح يكون عندي Fn يساوي الباي في البي، أوكي، ومقدار التغير تربيع بالنسبة للراديوس Rn، وهذا هو الR out. زين، هاي المعادلة هي بدلالة البي، نقدر نطلع البي بدلالة الاف ونجي نعيد نعوضها هنا. فاذا بدال البي بالتورك، بدال البي عوضنا بدلالة الاف، فحصلنا على هذه المعادلة. واذا هاي المعادلة
راح نحفظها ايضا. التورك راح يساوي مالكلش 2 على 3 نيوتن في الام في النورمال فورس، يعني حسب المتطلب الموجود عندك ايش نحتاج نشتغل على اساسه. والنسبه، هاي النسبه راح نسميها مين راديوس. فاذا هاي ممكن انه انت بكيفك ممكن تشتغل عليها، وممكن انه في بعض الاسئله يعطيك مباشره المين راديوس فاحتاج هذا المقدار. فاذا المين راديوس راح يكون 2 على 3 ار اوتر تكعيب ناقص ار ان تكعيب تقسيم الار اوتر سكوير ناقص ار ان سكوير. فاذا هذا هو مين راديوس اللي هو راح يكون التورك كاباسيتي، كاباسيتي تورك اوف كلتش يساوي عدد الاوجه في معامل الاحتكاك في القوه العموديه اكسيال فورس مضروب في المين راديوس او مضروب في هذا المقدار 2 على 3 في هذا المقدار. هسه هاي الفرضيه فور يونيفورم بريشر. زين الفرضيه الاخرى، الفرضيه الاخرى راح تكون نفترض انه هذا القرص راح يتعرض الى تاكل بعد فتره. فبما انه راح يتعرض الى تاكل معناته راح يصير بي تاكل من جهه دون جهه. فالفرضيه مالته يقول انه يونيفورم وير، معناته فرضيه التاكل المنتظم. راح يفترض انه هذا راح يتاكل لسمك معين بشكل منتظم. الوير ايش راح يكون؟ شنو الفرضيه مالته؟ يقول انه فرضيته مقدار الضغط في السرعه هو ثابت، وهذا يعني مقدار الضغط مضروب في الانجولار فيلوسيتي اوميجا مضروبه في نصف القطر، وهذا مقدار ثابت. راح نشوف شلون راح يشتغل. قال انه for a constant angular velocity، اذا فرضنا ان الاوميجا هي ثابته، القرص يعني يدور بسرعه ثابته، الاوميجا ثابته. See. The maximum pressure اعلى ضغط ممكن ان يسلط عاده يكون وين؟ at Rn. يعني اذا هذا المقدار ثابت وهذا هو ثابت، فاذا بماكسيمم اعظم ضغط عندما اقل نصف قطر. هذه هي الفرضيه. فاذا هنا راح يكون بي ماكسيمم مضروب في الاوميجا في الار ان يساوي بي في الاوميجا في الار، هذه كونستانت. فاذا هذه راح تروح ويا هذه تحذف، فراح يكون حصل على معادله راح نشتغل بيها تفيدنا. فاذا مقدار الضغط ات اني راديوس، ات اني راديوس تساوي بي ماكس ار ان تقسيم ات ار الراديوس ات اني بوينت. اوكي سي. يعني الراديوس هنا عند تسليط هذا الضغط. نرجع الى المعادله رقم 1 اللي هي اشتقيناها بشكل عام جنرال. معادله رقم 1 اللي هي توصف لنا اكسيال فورس. اكسيال فورس من الاكسيال فورس راح تكون الار ان الى ار اوت تكامل 2 باي في الار في البي في الدي ار. هنا البي مو ثابته، فعوض عن البي هذا المقدار بي ماكس ار ان الى ار، اجى عوضها هنا فهذه طلعت ثابته، فصار عندي التكامل فقط الار هنا حذفت اختصرت، فصار عندي فقط التكامل ار من ار ان الى ار اوت. اذا حصلنا على المعادله هاي راح نشتغل هاي راح تشتغل عليها انت. فور شنو؟ فور يونيفورم وير، يونيفورم وير او اولد او يوزد مستخدم. زين بعد ما حصلنا ايضا ممكن انه نحصل على بي ماكس اذا طلبها او معطات بالسؤال، ممكن انه نطلع واحده باللغه اذا معطات هاي تقدر تطلعها، اذا هاي معطات او هو طالبها حسب السؤال وحسب الطلب. فاذا حصلنا على مقدار القوة axial force for uniform wear. أيضا العزم اللي ممكن أن ينقل عن طريق الكلتش في حالة uniform wear. هذا هو القانون بشكل عام من معادلة رقم 2، من معادلة رقم 2 أكدنا عليها. فإذا راح يكون 2 باي في الميو في البي ماكس، هنا شنو؟ عوض عن البي،
عوض عن البي فصارت بي ماكس والار ان في الار في الدي ار بعد الاختصارات والترتيب. حصلنا على معادلة الخاصة اللي توصف لي التورك لحالة التآكل المنتظم. هذه المعادلة. من هذه المعادلة أقدر أرتبها، فش راح يصير؟ راح يصير عندي الميو، طبعاً هنا أنا عوض عن البي ماكس، عوض في هذه المعادلة 11، عوض عن البي ماكس من هنا حتى يصير القيمة بدلالة الاف ان، دلالة الماكسيمم فورس، فصارت الميو بالاف ان في هذا المقدار. هذا المقدار شو يمثل؟ يمثل المين راديوس، يمثل المين راديوس. إذا كان عندي أكثر من وجه احتكاكي number of frictional plate فراح يصير هنا n، فإذا هذا هو نفس القانون، أو ممكن أنه مباشرة تحفظها قانون جنرال، فإذا عدد الأسطح واحد هاي مباشرة واحد. زين، هنا سوى مقارنة، سوى مقارنة ما بين كلتش نيو كلتش أو يونيفورم برجر على فرض بعده انه توزيع الضغط منتظم، ويونيفورم وير التآكل، مرة هذه الطبقة ومرة الطبقة وزيحت، مرة الطبقة وزيحت، وهذا مع الزمن. شاف انه مقدار العزم اليونيفورم وير يونيفورم برجر عفوا راح يكون اعلى ثم ينتظم مع التآكل، وهذا وعادة هو التصميم راح يكون بهذا الشكل على هذه النقاط. عادة يكون التصميم اغلب التصاميم يونيفورم وير على فرض انه انت راح تصمم صح، راح يصير يتحمل تورك معين، ولكن بعد فترة راح يقل هذا التورك، فانت بتصميماتك راح لازم يكون التصميم حسب يونيفورم وير، لانه بعد فترة وجيزة معينة راح يكون هو مستهلك، والمستهلك لازم انت تشتغل حسب المتطلب. اوكي، نجي هنا ينطي فكرة، يقول انه لإيجاد أبعاد الكلتش، أبعاد الكلتش عادة حسب فرضية يونيفورم وير أسامشن، هذه هي المعادلة مالته، التورك راح يساوي لنا الميو الباي في الميو في بي ماكس في الار ان ار اوت ار. لو شفنا هذه المعادلة راح نلاحظ انه الميو والبي ماكس هي ماتيريال بروبرتيز، فإذا هو يعتمد على خواص مادة، والتورك يعتمد على مقدار العزم أي مقدار الحمل المسلط، وهنا يعتمد على الأبعاد. فإذا إذا كانت الأبعاد أكبر R in و R out معناته القرص راح يكبر، ولكن القرص راح يكبر معناته أنه العزم الممكن أن ينقله أكبر، ففي بعض الأحيان إذا القرص صار أكبر من اللازم والحجم يحتاجه ايش راح يسوي؟ راح يزيد عدد الطبقات، راح يصير ملتي كلتش، ما صار سينجل بليت كلتش، صار ملتي كلتش اللي احنا ما تطرقنا له في هذا الموضوع، حتى يصير عندك فكره. هنا انطفت نظريه قال انه لو سوينا معادله اللي هو حتى اعرف سلوك التورك، فقال انه هذا التورك لو اجي اشتقه نسبة الى الـ Rn حتى احصل على معادلة واساويه بالصفر، اشتقه حتى اشوف الماكسيمم بوينت، سوى كيرف ما بين العزم وما بين القطر، فاذا at Rn لان هو فرضية شنو؟ Bmax at Rn اعظم ضغط هو عند اقل قطر، فقال انه اعظم ضغط فرضيته انه ار عند اقل قطر، اقل نصف قطر، فاذا كان نصف قطر صفر هاي اذا التورك صفر، اذا كان نصف القطر يساوي ان الار اوت فاذا هو ايضا التورك راح يصفر، المعادله راح يصفر، اذا حتى يشوف البيك بوينت يحتاج انه يسوي اشتقاق، بعد ما يشتق قال تساوي صفر، شاف هذا الترم كله
قال إما هذا يساوي صفر أو هذا يساوي صفر، هذا الجزء يساوي صفر، هذا لا يمكن أنه يساوي صفر لأنه ثوابت باي وميو في البي ماكس، فإذا هذا الجزء يساوي صفر. إذا رتب المعادلة، حصل على هذا الترتيب، حصل على أنه آر إن يساوينا تحت الجذر ثلث من الآر أوت حتى أحصل على أعظم تورك. هذا حتى يسوي إثبات. نجي إلى موضوع آخر مكمل، إنه بالفعل حتى يصير عندي عمل للكلاتش أحتاج إلى فكتر ينقل لي مقدار هذه الطاقة اللي هي من المحرك للفلاي ويل إلى ترانسميشن سيستم. فإذا عندي معادلة، هذه المعادلة تقول إنه التورك مال الكلتش كاباسيتي، أوكي، سعة النقل مال الكلتش راح يساوي لي سيرفس فاكتور بيتا، بيتا راح نسميه سيرفس فاكتور، سيرفس فاكتور بيتا مضروبة في التورك مال انجن، تورك مال انجن، ماكسيمم تورك انجن، ماكسيمم تورك انجن، اوكي، اعظم عزم ممكن ان ينقل. هذا التيبل راح يمثل لي قيم البيتا عادة، يعني إذا بالسؤال إنه يحدد يا بيتا، مثلا هنا سينجل سلندر الاي سي انجن من 2 إلى 3 سلندر، اي سي انجن من 4 إلى 6 سلندر، وهنا حسب الحالة إذا كان لايت ماشينينج فورود، لارج كونفيري بيلت، لارج ماشيني ريسبريكيتنج بامب، حسب يعني التطبيق مال هذا المحرك وين بالتطبيق مالته. فإذا البيتا راح تكون خلال هذا الجدول. يعني إن شاء الله محاضرة فد ملخص نرجع من جديد إلها. عندي الكلتش، هذا الكلتش اللي راح أطلع من عنده الاف ان اللي هو اكسيال فورس، والتورك كلتش العزم المنقول بالكلتش. من هاي المعلومتين شو حصل؟ احتاج ان هو الديزاين شو احتاج من عنده؟ احتاج انه اعرف الانر دايمتر والاوتر دايمتر وايضا والمين راديوس. اوكي، من هاي المعلومات اذا وحده تكمل الاخ وان شاء الله مو معقده الموضوع. عندنا ايضا مثال هنا حتى يصير الفكره واضحه. A blade a clutch having a single driving blade، اذا هو single with contact surface on each side، معناته n تساوي 2، اوكي، n تساوي 2 is required to transmit it 110 كيلووات. اذا هو هنا منطي باور ومنطيني ان، منطيني ريفوليوشن بير مينت. ذا اوتر دايمتر، هنا شباب شوي انتبهوا، يعني بهذا السؤال اريد تنتبه على موضوع الوحدات وتنتبه على موضوع التعابير. يعني هنا منطي اوتر دايمتر ما منطي راديوس، احنا نشتغل حسب القوانين راديوس مو دايمتر، فبعض الشباب الطلبة يغلط مباشرة ياخذ هذا الرقم ويشتغل، اوكي، او ينطي هنا الدايمتر وفي مطلب ثاني مثلا ينطي راديوس، فلازم انت تعرف توحد. فاذا اوتر دايمتر اوف كونتاكت سيرفيس اذا هو دي اوت منطي 300، اذا الار راح يساوي شنو 150، اوكي. The coefficient of friction معامل الاحتكاك ميو 0.4. إيش منطي فرضية؟ الحالة الأولى assuming a uniform pressure، إذا الحالة الأولى الفرضية الأولى إنه راح يفرض إنه الضغط منتظم، مقدار الضغط منطقية في 0.17 نيوتن لكل ملم تربيع. Determine the inner diameter
of the friction surface. إذن يريد Rn ومن عندها تحول إلى Dn. المسألة الفرع الثاني. Assuming the same dimension and the same total axial thrust. يعني وكأنه أنت راح تحل بالحالة الأولى وتطلع مطالب وقال لك أنه اعتبر نفس الأكسيال Fn واحسب الماكسيمم تورك. احسب العزم العالي أعظم عزم ممكن أن ينقل وماكسيمم انتنسيتي أوف براجر بي بي ماكس وين يونيفورم وير. إذا هاي الفرضية الثانية هاف بين ريتش. إذا المعطيات ممتيني باور حولها إلى واط، ثانية بالكيلو واط حولها إلى واط، ريفوليوشن بير مينت، الدايمتر ميوم ومقدار الضغط. هنا هذا القانون نعرفه احنا اللي هو التورك يساوي الباور في عدد او الاوميجا او الاوميجا اللي هي نفسها 60 على 2 باي في الان، اوكي، مضروب في الاوميجا. فمن هاي احصل على التورك. مقدار التورك هو مقدار 840 نيوتن متر. حول هنا للملن حسب المثال، حول للملن. اكسيال ثراست مين جاي؟ برجر في اريا، برجر موجوده الاريا هي انيولر باي في الار اوت سكوير ناقص ار ان سكوير، هذا معلوم، هذا هو مجهول. اوكي نجي للبرجر، البرجر معلوم فاف ان هنا ايضا مجهوله، هو يريد حاليا هي مجهوله. اوكي فاذا حصل على معادله اف ان تساوي 0.17 عفوا مضروبه في الباي 150 تربيع ناقصا ار ان سكوير مجهوله. رتب المعادله بدلاله اف ان و ار ان سكوير، فاذا هاي حصلت على معادله اسمها اي بها مجهولين، اذا احتاج الى معادله ثانيه. The mean radius of the contact of uniform pressure conditions. عندي معادله ار مين هي 2 على 3 اوكي عوض، اذا حصل على الارمين. نجي الى التورك ترانسميت، هو من هاي المعادله الاولى التورك يساوي الباور في الاوميجا، طلع التورك. فاذا نروح على معادله التورك، التورك بي ارمين اوكي. فاذا اذا عرفت الارمين اجي اعوض هنا، فصار عندي هاي المعادله بها مجهول، مجهول واحد ممكن انه اطلع الار ان واجي اعوض اطلع الاف ان. اذا اجي اعوض 840 ترك من هذا التورك يساوي لنا عدد الاوجه المحتكم مضروب في معامل الاحتكاك مضروب في الاف ان مضروب في هنا. اذا الاف ان مجهوله فاذا هذا الار مين هم مجهوله. اجي ارتب المعادله 2 في بوينت 4 اجي اعوض حصل على هذه المعادله وهي مجهول بها الار هنا. عوض من المعادلة الأولى اي ومعادلة دبل اي نقدر نسميها هنا هاي نسميها دبل اي، من المعادلة الأولى ومعادلة الثانية طلع الار ان، ومن الار ان طلع الدايمتر القطر الداخلي مال الانيولر. الاف ان بعد ما عرف ار ان ممكن مباشرة يعوضها ويحصل على مقدار الاف ان طلعت 9011 نيوتن. وحدات مهمة شباب، باليوم ان تكتب يوم ان تكتب تحل لازم تكتب وحدات، لا تعوف هيج لازم تكتب الوحدات ابن نيوتن. هنا انا من راديوس ايضا حسبه فور اوكي فور يونيفورم وير كونديشن، اذا حسب ارمي ماكسيمم تورك ترانسميتد ايضا حسب هذا اعظم عزم ممكن انه ينقل مقدار 811. ماكسيمم انتنسيتي اوف بريشر، خلينا نشوف هنا هاي ما ذكرناها بالمحاضره انتبه عليها هنا. ماكسيمم انتنسيتي اوف بريشر هنا نظريه يونيفورم وير ايش قال؟ قال
البي البي ماكسيمم مضروبة في الار ان او البي في الار هي مقدار كونستانت. اوكي فهذا الانتنسيتي هذا هو المقدار او السي ها هو تلك الانتنسيتي. اوكي فاذا طبعا هنا اكسير ثراست هنا من مثال يسميها اوميجا او دبليو كابيتال هي اف ان هاي هنا اف ان فيصير 9000 اف ان تساوي اف ان تساوي 2 باي في السي السي منين جاي بي ماكس في الار ان ونفس التيرف الموجود في الاشتغال. اوكي وهنا عندك مثال اخر ايضا يتطرق لهذا الموضوع سنجل بليد كلتش. طبعا هنا الشق الثاني قال انه اعتبر على نفس الاف ان فاذا فور يونيفورم وير ما نسينها فور يونيفورم وير فاذا ار مين معلومه على اساس اطلع الماكسيمم تورك ترانسميتد. اوكي المثال اللي بعده سنجل بليت كلتش افكتيف on both sides اذا n تساوي 2 الكوتر ترانسميتد 25 كيلو واط اذا منطيني الباور او منطيني عدد الدورات اكيد من عدد ايش اطلع التورك ومن التورك ممكن اكمل الحل ديترماين ذا اوتر اند انر اذا يريد الاوتر ويريد الانر دايمتر. اوكي او فريكشنال سيرفيس اوف ذا كوفيشنت اوف فريكشن منطيك الكوفيشنت اوف فريكشن الميو ratio of diameter اذا منطيك فت هنت للحل اذا ratio of diameter 1.25 اذا r out الى r n r out الى r n هو 125 منطي هذا النسبة حتى تشتغل على اساسه maximum pressure هي لا تتجاوز 0.1 اذا وتساوي 0.1 راح نصمم على اساسه 0.1 نيوتن لكل مليمتر تربيع ايضا احسب fn axial thrust to be provided by springs assume the theory of uniform wear اذا هو ذاكر في هذا السؤال شنو الفرضيه يا فرضيه uniform wear هنا نفس الفكره انه التورك جاي من الباور مضروب في الاوميجا طلع التورك وحداته طبعا هنا نطلعها بالنيوتن ملي او النيوتن متر ال uniform wear اكو فد كونستانت هذا بي بالار بي ماكسيمم هذا هو حتى يسهل الحل بالنسبة له وممكن انه تتعوضها مباشرة حسب القانون اللي احنا نشتغل عليه فاذا اف ان يساوي 2 باي في السي او بي ماكسيمم مضروب في الار ان اوت سي اوت ار اوت ناقص الار ان تجي تعوض هنا ار ان مجهولة اف ان راح يكون معلوم فممكن انه اطلع وعندك نسبة ممكن انه اطلع الابعاد المطلوبة هذا هو المثال ان شاء الله ما بي مشاكل راح تقرأ وايضا نضيك اني تو هوم وورك حاول انه تحلهم خلال هذا الاسبوع ان شاء الله وترسلهم واسأل الله انه تكونون فير وإذا واحد عنده سؤال أو استفسار إن شاء الله حاضر يلا نشوف السلام.